تجيبونه منين يا مناع؟ عارف يا حاج، ندور وخلاص. ايه الاخبار؟ الحاج ابو ذكري راح لكامل ولدك، قعد عنده شويه وطلع كربان. وجوده كان في المحجر طول النهار، اما حماد نزل المركز. نزل المركز ليه؟ خد العربيه وراح يقابل واحده من بتوع قصر الثقافه. وخيري؟ خير اتفق مع واحد على 5 نجلات حجر بعيد عن شغلنا. بعيد عن شغلنا كيف يعني؟ يعني الظاهر هيبيعهم لحسابه، وقال له هيحملهم له في الليل. مين اللي اشترى؟ مش من البلد، اسمه الشايب. الشايب؟ بيعهم له بكام؟ النجلة ب500 جنيه. الساعة كام؟ النهاردة الظهر. الساعة كام هيحملهم يا مناع؟ ما يبقاش مخك تارس. ايه ايه، بكره الساعة 10 في الليل. انت مين يا بنتي؟ انا فرحة يا عم الحاج، جيت عشان ارد تجوة. فرحة مين؟ بنت مين؟ فرحة يا عم الحاج، بنت زينب، مرت المرحوم غنام. افتكرت. انا عارف امك وابوكي. بسم الله ما شاء الله كبرتي وتجوزتي. الدنيا عطير بالناس يا عم الحاج. لا مؤاخذه يا بنتي، دخلت وانا ما اعرفش ان في حد جوا. والله انا بنتك يا عم الحاج. طبعا لا مؤاخذه يا بنتي، اخذناكي من جوزك وعيالك. جوزي؟ ما فيش جوز. ليه؟ طلقني وهج على مصر، حتى ولدي اللي هيرضع ربنا افتكره. معلش يا بنتي، ايام هنقضوها في الدنيا. خدي. ايه ده يا عم الحاج؟ فلوس يا بنتي عشان تعبك، بعدين الرضاعة عايزة غزة. واكلة وشربة في بيتنا يا عم الحاج، مش عاوزة أي حاجة. اهدى، حد يقول لي الفلوس لا؟ أنا يا عم الحاج، والمرحومة تجوى كانت صاحبتي وحبيبتي. خدي بس. والله ما هاخد، ولو على الفلوس مش هاجي تاني. لا لا لا، ليه؟ براحتك. هي تجوى نعست كده، كلت وغيرت لها وزي الفل، والصبح بدري هجيلها. شكرين يا بنتي، معلش تعبناكي معانا. تعبك راح. سلام عليكم. وعليكم السلام. سيبيه براحته، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ابوي. مالك؟ نايم ليه؟ حزين يا ولدي، عليك وعلى تكتكو اللي ماتت وراحت لك. ما هي تجوى قالت لي تلقاه حزين، قلت لها تعالي نسلموا عليها. الله يا حلاوتك يا بنتي، سميتها ايه يا بوي؟ تاكو على اسمك، بس انت لسه حامل. من هولي التجوة تانية؟
وتالتة ورابعة. وانت يا بره رايق زي الفل يا حاج. عاوز فلوس؟ هعمل بيها ايه يا حاج؟ انا كل اللي بعوزه بلقاه قبل حتى ما افكر فيه. قول لي يا ولدي، مين اللي زكك؟ قول يا مرعي، ما تخافش. قول لي يا ولدي، قولي له يا تقوى. يقول لي مين؟ قولي له، قولي مين يا تقوى. يلا يا مرعي، ادينا سلمنا عليه، خليه نايم لا يصحى. مرعي، مرعي، مرعي. عاود اشرب يما، يما عايز اشرب. حاضر حاضر. يمي فين يا جد؟ أمك في الجنة. والجنة فين يا جد؟ الجنة قريبة يا ولدي. شكلها إيه الجنة؟ حلوة قوي، فيها خضرة ومية ونور ولعب. ولعب، لعب كثير. هتلعب يا ولدي. سايبانا ليه؟ عشان تلعب؟ ما سبتكمش، يا زي ما تقول كده تعبت من الشقة ومن خدمتكم، فقلت تروح هناك تريح شوية. تكره لها الراحة؟ لا، بس عاوزها. ما جدك معاك اهو. ايه جدك وحش؟ لا حلو. اطلب اللي انت عايزه وانا اعمله لك. عاوز امي إلا دي يا ولدي، دي مش في مقدرتي. اطلب حاجة تاني. عاوز عشمية. بس كده؟ يا سلام، تحت أمرك. عايزها ميتة؟ عاوزها دلوقتي. مناع يا مناع. نعم يا عم الحاج. مرتك نامت ولا مستنياك؟ الله اعلم يا عم الحاج. يا راجل يا بارد، مش عارف مرتك نايمه ولا صاحيه؟ لو نامت تصحى يا عم الحاج. خلاص صحيها وخليها تعمل عجميه دلوك. عجميه ودلوك؟ دلوك يا مناع.